20 درجة على المرتفعات بتتراوح بين 4 درجات و 12، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 10 و 13 درجة. إلى قليل الغيوم. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وديع اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا صافي إلى غائم جزئيا كفرية 9 درجات، بنوصل على منطقة كفرزة بعد 10 وبنختم بكفرزين والقع مع 13 درجة. 20 درجة بتابع الطقس حلو لنهار الاثنين، ثلاثة الجو غائم جزئيا والحرارة أما نهار الأربعاء بتشوفوا احتمال تساقط أمطار، وأكيد بنخبركم عن تفاصيلها بنشرات لاحقة. بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم. بتمنى لكم بقية نهار أحد حلو كيف ما قررتوا تقضوه، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة.